مدام ماجدة، ليه دايما الفنان يعني بنقول انه بالضروره يكون جواه النزعه اللي فيها التمرد دي اللي انت بتتكلمي عنها؟ ليه دايما الفنان متهم بانك ما تمشيش على قيود وان والبوهيميه؟ لا ده ليه دايما الفنان متهم بده؟ ما هو ده مش مظبوط. ما هو ده مش مظبوط. في فنانين كتير بالعكس ملتزمين جدا وعايشين مستقرين جدا. اكتشفتي امتى انه ده مش مظبوط؟ يعني مش مفروض الفنان يكون كده. انت يعني بتقولي، يعني انا بحيي الحقيقه شجاعتك لانك في لحظه قلتي لي ان انا كنت عندي المعتقدات دي او المفهوم ده. ايوه. فانت غيرت وجهه نظرك لما تثقفت. لما قعدت مع ناس بتفهم وفهموني ان في فرق كبير جدا بين الحلال والحريه، بين التقاليد وعدم التقاليد، بين الحياه الاوروبيه حياه يمكن بالنسبه لهم مظبوطه، بالنسبه لنا احنا مش مظبوطه. احنا ناس عندنا تقاليد وعندنا دين وعندنا حياه، لازم كل الحاجات دي هي نبقى فخورين بيها. ما كنتش انا فاهمه كده. كنت فاهمه ان يعني عشان البس شورتي يبقى انا مودرن. مش يعني كنت في سن، لان كمان انا ابتديت يمكن حياتي العمليه وانا صغيره جدا. ما كنتش لحقت اخدت تجربه في الحياه. لكن انا كنت مختلفه. ليه؟ انا كنت بتصرف نتيجه تربيه ابويا. كان مربيني على اني راجل. فبتصرف ان انا راجل. ليه مش عيب. ليه ما اعرفش، رغم ان انا كان عندي اخوات بنات، عندي اخوات ولاد. ما كانش محروم من الولاد، لكن كان دايما. كان ليكي اخت برضو بنت. وليا اخت بنت. اختين دلوقتي. خريجة معهد باليه. وليا احمد الخطيب. سيناريست معروف. وكامل ومحمد. فله صبيان. ولكن كان دايما بيربيني على اني ولد. فكان حتة ان انا اخرج، ان انا اعمل مش عارفة ايه، ارجع متأخرة، اركب موتوسيكل، ما كانتش بالنسبة لي عيب، لان ما كنتش بنت بمعنى البنت. طب هل ده خلق مثلا نقدر نقول اذا يعني تجاوزا ان دي عقدة تبقى جوه ماجدة الخطيب؟ لا 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 لا, لا. لكن كنت جريئة عن البنات. كنت جريئة. يعني كنت بصرف تصرفات في الوقت ده. هو تمردتي على حياة البنات كمان فترة صغيرة. يعني هو بيعملني على اني ولد، لكن انا ما استرجلتش. لكن اتعلمت جراءة الصبيان في الوقت ده. يعني ما استغرب لما يقولوا لي وانت خارجه خدي معاكي السفرجي، او لازم حد يلازمني. ليه؟ ليه؟ ما اخويا بينزل، ما فيش حد، وانا متعوده كده. يعني فكان شويه في نوع من التناقض. برضو مع الخبرة والثقافة والعلم واحتكاكي بالآخرين، لقيت لا، هي البنت بنت والولد ولد. طب لو انت كان عندك بنت، يعني تجوزا قلنا عندك بنت، هل يعني كنت هتقتنعي بان هي تتصرف نفس التصرف ده بالحرية، ولا كان هيبقى لك وجهة نظر تانية، طريقة تانية، توجيه آخر انت ما توجهتيهوش مثلا؟ لا، كنت هسيبها تتصرف بالحريه بس انصحها، لكن لا تتصرف طبعا بالحريه وتعيش الحياه اللي هي بتختارها، مش اللي الاخرين بيختاروها. لا، رغم ان انت اكتشفتي برضو انك اخترتي حياه غلط مثلا، او يعني كان فيها تجاوز، انك انت واخده حريه زياده مش مفروض تاخديها، او فهمها غلط. هي لقيتيها كده فهمتها غلط. انا كنت افهمها اللي تمشي عليه صح واللي ما تمشيش عليه صح. لكن لا، انا مع البنت انها تكون تختار حياتها وهي تتصرف بارادتها، مع ان حد واقف بينصحها او بيفهمها.